multiplying by a one digit number number 1 find the product 142 multiply 7 the 7 هنا one digit number فانا ال 7 ده مره هعمله multiply 2 مره multiply by 4 مره multiply by 1 اوكي okay? يبقى النمبر اللي عندي اللي هو ال 7 السكند نمبر ده اللي هو ال one digit هعمله مره multiply 2 مره multiply 4 مره multiply 1 اوكي 7 multiply by 2 equals 14 write 4 and carry up 1 then 7 multiply by 4 equals 28 وفي عندي carry up 1 يبقى 29 put 9 and carry up 2 then 7 multiply by 1 equals 7 وفي عندي carry up 2 يبقى 7 plus 2 equals 9 okay again نعمل multiply 8 يبقى 8 مرة multiply by 7 mara multiplied by 6 mara multiplied by 5 mara multiplied by 3 first 8 multiplied by 7 equals 56 write 6 and carry up 5 then 8 multiplied by 6 8 by 6 equals 48 plus 5 to be equals 53 write 3 and carry up 5 then 8 multiply 5 equals 40 we carry a 5 40 plus 5 تبقى 45 يبقى write 5 and carry a 4 وآخر حاجة 8 by 3 equals 24 we carry a 4 يبقى 28 multiplying by a 2 digit numbers لو بقى عندي 2 digits يعني تحت 2 digits 12 not 1 digit نعمل ايه برضو الـ 2 مره هعملها ملتبلاي 3 ومره باي 4 ومره باي 2 اوكي وهنكتب النمبر ذن ال 10 هي ال 1 مره برضه هعملها ملتبلاي 3 مره باي 4 مره ملتبلاي 2 نبدا 2 باي 3 6 ذن 2 ملتبلاي 4 ايكوالز 8 ذن 2 ملتبلاي باي 2 ايكوالز 4 يبقى أول حاجة اليونتس ديجيت اللي هي ال2 عملنا ملتبليكيشن مفيش فيها أي مشاكل طب ال ديجيت ال1 1 by 3 equals 3 أكتب ال3 فين؟ ال1 دي tens ديجيت أوكي ال2 يونتس وال1 tens يبقى الريزلت اللي هتطلع عندي هكتبها تحت ال1 أو تحت ال8 أو تحت ال ديجيت يبقى هكتبها تاني ديجيت مش هكتبها في تحت ال6 مش هكتبها في اليونتس هكتبها في ال أوكي يبقى 1 by 3 equals 3 هكتبها فين؟ في ال 10 تاني دجت زين 1 by 4 equal 4 و 1 by 2 equals 2 كده بقى عندي 2 numbers نعمل addition ما بينهم يبقى نعمل add 6 plus nothing دايما اول digit دي بتبقى فاضية لو حابين تكتبوها 0 اوكي okay. بس عشان ما نلخبطش احنا هنسيبها فاضية 6 plus nothing equal 6 8 plus 3 equals 11 put 1 and carry up 1 1 plus 4 5 plus 4 9 will 2 طبعا تنزل لان ما فيش حاجه فوقيها تبقى 2 بلس nothing برضو equals 2 اوكي يبقى بنعمل كل ديجيت ملتبلاي النمبر اللي فوق وفي الاخر بنعمل اد للتو نمبرز اللي بيطلعوا عندي اجين 7 هعملها مره باي 7 مره باي 6 مره باي 4 وال2 نفس الكلام مره 2 باي 7 مره 2 باي 6 مره 2 باي 4 اوكي نبدا 7 باي 7 49 put 9 and carry up 4 Then 7 multiply by 6 تبقى equals 42 وفي عندي carry up 4 تبقى 46. Write 6 and carry up 4 7 multiply by 4 equals 28 plus 4 هتديني 32. Then 2 by 7 14. بكتب ال 4 و carry up 1 بكتب ال 4 فين بقى؟

6 plus 4 10 0 and carry up 1 1 plus 2 3 plus 3 equals 6 و 3 plus 9 equals 12 تبقى 12609 and 9 يبقى okay, بقى أول ديجت بسيبها فاضية أو في ناس بتحطها بزيرو اللي يريحنا okay. لوبنا بوت 60 meters of wool the price of each is 1475 المتر الواحد ب 1475 بيسترز طب يبقى ال 60 بكام هي اشترت 60 ال 60 بقى على بعض بكام يبقى هنا هنعمل ملتبلاي دايما كلمة each او كلمة one دي معناها اما ملتبلاي اما ديفايد على حسب لو هو مديني المتر الواحد وعايز ال 60 كلهم كام يبقى هنعمل ملتبلاي طب لو مديني البرايس اوف ال 60 meters وعايز ال price of one meter عايز حاجة واحدة يبقى نعمل divide اوكي يبقى لو عايز النمبر الأكبر يبقى نعمل multiply عايز النمبر واحد بس يبقى نعمل divide هنا بيسأل عن ال 60 كلهم مديني each meter ب 1475 وعايز ال 60 كلهم يبقى نعمل multiply اوكي طيب ممكن نعمل multiplication ما بين ال 6 by 1475 وفي الآخر أزود 0 بس الأحسن والأسلم هعتبر ال 0 كأنه نمبر عادي 0 by 5 equals 0 0 by 7 equals 0 0 by 4 equals 0 0 by 1 equals 0 عشان ما نلخبطش وابدا اخد ال 6 6 by 5 30 put 0 and carry up 3 هكتب ال 0 فين تحت ال 10 ديجيت يعني بسيب 1 ديجيت وببدا من ال 2 ديجيت then 6 by 7 equals 42 وعندي 3 تبقى 45 5 and carry up 4 6 by 4 equals 24 وكان في carry up 4 يبقى 28 8 and carry up 2 6 by 1 6 plus 2 8 then add 0 plus 0 0 0 plus 0 0 0 plus 5 5 0 plus 8 8 8 plus nothing 8 يبقى اعتبرنا 0 كأنه نمبر عادي جدا وعملنا multiplication عادي كأنه نمبر 0 by 4 digits اللي قدامي دول هيبقوا 4 zeros في الآخر الريزلت طلعت 8 88500 LE ما ننساش ال LE بيبقى لوحدها عليها نص درجة طارق has BT 3215 he put 15 pins for BT 45 each البين الواحد ب 45 اوكي okay? how many piasters remained كلمة remained او remainder او left او rest معناها الباقي يعني subtraction يبقى انا عندي حاجتين هعمل ملتبلاي في البداية عشان اجيب البرايس اوف بن هو اشترى كام بن اشترى 15 الواحد ب 45 طبعا انا عايز اعرف في ال 15 كلهم هيدفع في ال 15 كلهم هو في الاخر هيحاسب على ال 15 ولا على 1 بن على ال 15 يبقى لازم نجيب البرايس اوف بن يبقى نعمل ملتبليكيشن اشترى 15 ال 1 بن ب 45 يبقى 45 ملتبلاي 15 يبقى 5 باي 5 25 5 and carry up 2 then 5 by 4 20 وال 2 يبقى 22 اوكي okay. then ال1 multiply 5 equals 5 هكتب ال5 فين في التنس ديجيت بس يبقى أول ديجيت فاضي 1 by 4 equals 4 add the two numbers 5 plus nothing الديجيت الفاضية اللي احنا سيبناها يبقى equals 5 2 plus 5 7 و 2 plus 4 equals 6 يبقى the price of pens هيطلع 675 بي اوكي ده البرايس اوف بينز يبقى المفروض ان هو يدفع 675 هو معاه 3215 هياخد منهم هي subtract منهم هيشيل منهم 675 يتبقى كام يبقى الريميندر او الليفت او الريست دي كلها معناها سبتراكشن يبقى كل اللي كان معاه اللي هو 3215 minus سبتراكتد هنشيل منهم 675 هتطلع result equal 2540 طبعا بي تي لا كلها بالبي ما تتنسيش في الآخر البي تي